السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أولاد؟ ربنا يوفقكم كده. النهاردة احنا بس هنتكلم ازاي ان انا هذاكر ليالي الامتحان او ليلة الامتحان. كل اللي انا عايزه منك الآتي. طبعا احنا بسم الله ما شاء الله اثناء السنة حلينا بما فيه الكفاية جدا جدا جدا. انا حاولت ان انا اجيب بقية امتحانات حصص مصر، لقيت نفسي بكرر نفسي لاني كل امتحانات حصص مصر موجودين في الملزمة الأولى والملزمة الثانية بتاعة المراجعة النهائية. كل تركيزكم في الفترة ديت هيكون على الملزمتين دول، اللي هي الملزمة الأولى والملزمة الثانية. الملزمة الأولى والملزمة الثانية، الملزمة الثانية بتشتمل على شرح الجرامر بالكامل، اوكي، سواء منهج او بره منهج، شرح الفوكاب بالكامل. الملزمة الأولى بتتكلم عن الاساي رايتنج والباراجراف رايتنج والايميل وذا بارتس اوف سبيتش والبانكتويشن. دول الاكتر اتنين يتذكروا على الاطلاق ودول اللي يهموني. احنا طبعا خدناهم بقالنا مده، ولكن انا رجاء خاص نراجعهم تاني ونراجعهم مره واتنين وتلاته واربعه. اوكي، دي اول ايه حاجه تبتدوا بيها الملزمتين ليله الامتحان. انا النهارده بس نزلت لكم ملزمه مكتوب عليها كويك ريفيجن. الكويك ريفيجن دوت دي عباره عن حاجه براكتس. يعني ايه براكتس؟ ما قلتش ان انا هنزلها في مكتبات ولا هنزلها في اي مكان، هي بي دي اف فقط لا غير. هتحلها ومعاك ليها الموديل انسر، انا منزلها لك هي والموديل انسر. ليه؟ عشان ما تدورش على مصادر اخرى تحل منها. ديت انا جمعت فيها كل جمل حصص مصر، اوكي، وزودتها بزياده شويه، اوكي. ما قدرتش اشرحها كفيديو لسبب، لان انا لقيت نفسي بعيد نفسي، يبقى بضحك على الطالب وانا ما بحبش اضحك على الطالب. ان شاء الله ان شاء الله، مش عايزكم تقلقوا خالص يا حبايبي. احنا اشتغلنا بذمه وبضمير ورعايه فيكم ربنا طول السنه. عايز بس النهارده وبكره، يعني لغايه اما تخش الامتحان، تستعين بالله وتثق في الله ثم في ايه؟ في نفسك. انتوا كلكم طلبه زي الفل وكويسين وربنا يوفقكم وتقدروا تجيبوا مجموع وتخشوا الكليه اللي انتوا عايزينها باذن المولى عز وجل. ومش عايز اي طالب يقلق كان معايا اثناء السنه يقلق. ما تخافش يا ابني، خلي توكلك على الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيوفقكم جميعا. بعد بقى ما تخلصوا الاثنين دول كفايه قوي قوي قوي، اوكي، ونفرض جدلا اللي هي الكويك ريفيجن ديت. اي طالب انا حاطط 5 اجزام او 6 اجزام على كل ايه يونت. انت يا ابني دول مش على اليونت نفسه طبعا، دول ايه كله جنرال، كله ايه جنرال. هتلاقي ايه امتحان او اتنين على اليونت نفسه والباقي كله جنرال. كده انت لميت كل الدنيا، مش عايز اي حاجه اكتر من كده. كلام واضح؟ ده اول حاجه تعملوها. تاني حاجه تعملوها تحاول تجرب نفسك. يعني ايه تجرب نفسك؟ تحل امتحان كامل وتبص في المودل انسر تشوف ايه اللي واقع فيه، ايه، وخاصة ان الايه الكويك ريفيجن فيها بعض الجمل الصعبة، بعض، مش هقول كل الجمل. كلام واضح؟ وربنا يوفقكم ان شاء الله. طبعا انا قلت قبل كده مش نازل لها فيديو، لان ديت عبارة عن براكتس. عبارة عن ايه براكتس؟ لو انا حلتها لك كفيديو يبقى انت ما عملتش اي حاجة، يبقى انت مش هتستفيد. كلام واضح؟ دي اول حاجة. تاني حاجة مش موجودة طبعا في اي مكان. تالت حاجة هي الاهم، ولا المراجعة النهائية اللي هي ملازم ليلة الامتحان. طبعا ملازم ليلة الامتحان يا ابني، لان ديت فيها كل اجزاء الايه الامتحان. خلاص، وربنا يا رب يوفقكم ونشوفكم في كل خير ان شاء الله، وربنا ييسر الامور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.